تعرضت أوكرانيا اليوم لهجمات إلكترونية واسعة شملت العديد من المواقع الحكومية والخدمات البنكية، وأدت إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات. البنك المركزي الأوكراني أكد أن أي عملية قرصنة يتم مجابهتها والقضاء عليها. ومن بين المؤسسات التي تعرضت لهجمات إلكترونية هي مؤسسة البريد الوطني وبنوك أشاد بنك وبريفات بنك الحكوميين، إضافة إلى شركات الاتصالات. إلى جانب ذلك، تعرضت المؤسسة الوطنية لمترو الأنفاق لهجمات القراصنة أيضا. وأعلن مطار باريسبول الدولي عن تأخر العديد من الرحلات الجوية بسبب هذه الهجمات. المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعرضت أيضا لهجوم القراصنة وأدت إلى اختلال في عمليات نقل المسافرين. هذا وقامت مختلف الوزارات وجهاز الأمن الوطني والبنك المركزي بإجراءات احترازية لمجابهة هذا الأمر.